السيارة فيها كليبرال للعجل شبيها ترعش بثنية هي على خاطر فيها رعيش بثنية في البناء نحاول العجل نيرو نعملوا الكليبراج الكليبراج هو يعني نحطوا لهم الرصاص في الجون هذه عملوا لها الكبراج العجل هذه شيء رجعوها مكانها هذه نحوها باش يدوها الماكينة تاع الكالبراج هذه الماكينة تاع الكالبراج اللي هي يحطوا فيها العجلة نعملها كليبراج الكليبراج هو عبارة على رصاص كالميزان في الجونت هو هنا خدم ماكينة دور العجلة باش نشوف الديفوي هنا عطتنا الماكينة اللي هو أما هذه رقم 35 اللي هو ميزان باش يزيدها للعجلة باش تولي معاش ترعش السيارة رصاص حوالي 35 غرام باش يزيدها في الجونت من برا باش نحر العيش نتاع البولون بالطريقة هذه يعاود يخدم الماكينة لأن عندها مكان معين نحطها فيه مش وين يجي لأن الماكينة تعطيه المكان بالضبط طيب باش نشوفوا الماكينة اش عطات بعد ما ركب لها بعد ما حط لها رصاص عليه الميزان عطتنا صفر معناتها العجله توا ممتازه يعني بالطريقه هذه الرو نتاع السياره يكون معدل صفر يعني في الطريق ما عادش يرعش له الفولون